طب ده بالنسبة للقمر، كنت بتكلمينا عن الأبراج إن فيها صفات وتوقعات، وقلت لنا بالنسبة للصفات كل برج العشرية الأولى غير العشرية الثانية غير العشرية الثالثة. طب بالنسبة للتوقعات، هل فعلا توقعات لما نيجي إحنا داخلين على سنة جديدة ونعمل توقعات للسنة الجديدة، هل فعلا هذه التوقعات ممكن تبقى حقيقية، وخصوصا ان احنا على مستوى العالم شفنا بعض الخبراء الابراج والفلك قالوا لنا توقعات عن شخصيات سياسية عالمية مهمة وحصلت بعض الأحداث السياسية على مستوى العالم حصلت. وكان في كتب قديمة أكيد حضرتك قريتيها وسمعتي عنها من مئات السنين توقعت مثلا بأحداث 11 سبتمبر. أنا توقعت 11 سبتمبر وقلتها في كذا برنامج، وطبعا دي كانت مفاجأة بالنسبة يعني مش 11 سبتمبر، أنا أسفة، أنا توقعت الثورة 25 يناير الربيع العربي. ودي كانت مفاجأة، لأن كان المعتاد إن خبراء الأبراج بيجوا علشان يدوا نظرة تفاؤل كالمعتاد للناس في ليلة راس السنة. فأنا الحقيقة طلعتي ضربتي كرسي في كلوب يا عبي. بالظبط كده، هما يعرفوش يتصرفوا لانه كان هوا. طب احنا ما عندناش اي مشاكل، قولي لنا كده، ناخد كده يعني نظره سريعه كده، ايه توقعات عبير فؤاد لما يحدث على الساحه السياسيه على المستوى العربي الاول؟ اهم توقعاتك، النقط الكبيره، المانشيتات كده. طيب شوفي، هو انا بتوقع في السنه دي يعني انه ممكن هي سنه فيها على مستوى العالم، خليني نشوف الاول على مستوى العالم، انه وارد يكون في صراعات، انا بسميها هي عام الصراعات، ممكن يكون في صراعات كتير وخصوصا خناقات كتير على مصادر الطاقه. ممكن نقول ان قطبي الصراع ممكن يكونوا الصين وامريكا، والصين فعلا داخله في مشكله مع تايوان، وفي تصريحات امريكاني ضد الصين، والصين راح تقول لهم ما ملكوش فيه، يعني بدين من قبل ما سنه تبدا. انا مش متابعه الحقيقه السياسه قوي، بس عندنا أوكرانيا وروسيا ومشاكل ملتهبة على الحدود ده في العالم. أوكي صح كده، فهو في صراعات جدا على مستوى العالم ما بين بلاد كتير، فأنا شايفة أنه في سنة فيها صراعات. والصراع على الطاقة ده عنوان الصراع بالزبط. يعني 2022 على مستوى العالم صراع على الطاقة. بالظبط كده. بشوفه كمان أنه إيران هتكون أحد أطراف الصراع على مستوى العالم. يعني في الوطن العربي ممكن يكون في حالة استقرار شوية. طب الحمد لله. بس طبعا في أزمات اقتصادية في بعض البلاد. وبرضو أشوف إنه حتة الأحزاب جوه بالذات اليمن، أو نقول اسمها المذاهب المختلفة. هو الصراع ما بين الحوثيين وبعض رجال الدولة اللي قبل كده، ويعني ده مشتد جدا خلال السنة دي. يعني أنا شايفة إنه اليمن بالذات نقطة ملتهبة، نقطة ملتهبة أكثر التهابا في الوطن العربي، فالأزمة اليمنية مستمرة ويمكن حتى مشتدة أكتر. إذن الأزمة في اليمن أو الصراع الدائر في اليمن لن يهدأ في 2022 وفقا لعبير فؤاد. يعني طبعا أتمنى كنت إني أقول كلام تاني، وبتمنى كنت دايما بتمنى السلام والهدوء في العالم. لكن طب ليبيا احنا المفروض داخلين على انتخابات، المفروض يعني لو حصلت، لو تمت، أزمة برضو كبيرة في ليبيا، ويعني صراع دائر وحروب بالوكالة جواه، يعني في مشاكل كتير في ليبيا. هل ممكن ان احنا نشوف ليبيا ماشية في اتجاه بر امان؟ هتاخد وقت على ما الدنيا يعني شوية تهدى. 2022 ولا لا؟ لسه في شوية صراعات خلال 2022. يعني ما اقدرش اوعد قوي انه يكون في يعني هدوء بين يوم وليلة. لا، لسه في طبعا صراعات.
ولكن الامر اهدأ من اليمن ممكن يبقى وفي الطريق الدنيا ماشي تدريجيا ناحيه الهدوء. طب جميل. الحاجه برضو اللي اقدر اقولها انه الازمات الاقتصاديه موجوده في لبنان هتكون ما زالت موجوده. في اوقات ممكن يكون فيها هدوء نسبي لكن الازمات الاقتصاديه موجوده. موجوده في لبنان، موجوده في سوريا، موجوده في اليمن طبعا. اليمن هي النقطه الاكثر التهابا في عالمنا العربي 2022. بالضبط. طب في مصر طمنينا. والله مصر انا بشوف انه ممكن يكون في متعرضه لضغوط كتير من يعني ظروف محيطة، تحديات، في تحديات كتير، لكن في نفس الوقت في علاقات خارجية. يعني أنا أشوف من رقم الرقم بتاع مصر إنه في علاقات خارجية كويسة على المستوى يعني الدولي، ممكن يكون في توطيد لعلاقات كتير وده اللي هينفع او يكون داعم جدا لمصر. ايه اللي توقعتيه لمصر في 2020 وحصل في 2021؟ انا توقعت حاجات، يعني انا ممكن ابدا من اول 2011. ايه الحاجات المهمه اللي توقعتيها؟ يعني انا توقعت انه بالذات يوم 23 يناير هيكون يبدا ده في 2011 انه هيكون في قلت انه هيكون في خلافات ما بين احزاب كتير واتجاهات كتير، وده حصل في بالظبط، هو حصل 25 يناير. انا كنت متوقعه واتسالت ساعتها ليه بتقولي كده، يعني هم طبعا مش متوقعين حاجه ان انا اقول حاجه زي دي. فكان ده السبب انه كان اورانوس كان داخل في الحمل، وكان يعني بداية ثورات وبداية مفاجآت بالذات في يوم 23 يناير. فقلت الأسباب الفلكية، قلت لهم أنا ما أفهمش في السياسة لكن الوضع الفلكي ده بينبئ بكده. وهو ما حدث. وقلت هيبقى في بلاد بالظبط بالحرف، في بلاد متفرقة مش بس في مصر. قلت هيحصل في بلاد متفرقة من العالم. وحصلت ثورات الربيع العربي او ما اطلق عليها بثورات الربيع العربي. ثورات الربيع العربي. في مصر بقى غير ال 25 يناير توقعاتي ايه؟ انا توقعت بقى كمان في 2013 وده كتبته، يعني اتكتب في مجله نص الدنيا، اتكتب في عده مجلات خليجيه حتى، انه توقعت انه في 2013 وحددت الميعاد. يعني انا مشهوره باني بحدد الميعاد. يعني النهارده هنحدد مواعيد ولا ايه؟ تابعونا، دي حلقه مهمه جدا وحلقه شيقه جدا وشكلنا هنحدد مواعيد كتير النهارده يعني. فكنت يعني قايله انه هيكون في شهر 6، وانا ما قلتش 30/6 بس قلت 26/6. يعني انا دايما بيبقى الحسابات ممكن قبلها بكام يوم عشان نستعد، بس ده كان الحقيقه بس عشان نبدا نستعد. وفعلا الناس كانت في الميادين من يوم 24/6 كمان. صحيح يعني الناس كانت فعلا صحيح. في شفنا المشاهد من كانت بادئه من 24/6 وده قلته في ليله راس السنه. وفي عز ما كانوا الاخوان هم المسيطرين، ما يعني قلت ده بصراحة شديدة. كمان قلت هيحصل تغيير وهيكون في تكاتف لكل قوى الشعب ضد الناس المسيطرة. يعني ما سميتش لكن قلت ضد الناس المسيطرة. وهو ما حدث. بالتاريخ اللي أنا قلته 26/6. قلت هيكون في حالة تمرد، وحددت كمان انه هيبقى الحاله ملتهبه لغايه 2/7 و3/7. حددت حتى الايام، قلت الحاله ملتهبه جدا الفلكيا، ده يعمل على الارض حاله صراعات، ودي كانت اشد وقت فيه يعني جدل لغايه ما الدنيا استقرت. ده على مستوى مصر.